عسلامتكم، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختيار القناة الوطنية الأولى. الموعد اليومي مع حديث الساعة، موعدنا اليوم غرة مارس. معنا تنجموا تتفاعلوا على الصفحة الرسمية للتلفزيون الوطنية على tvn.tunisie وإلا على هاشتاج حديث 19. مرحبا باللي يوميا يعطينا شوية من وقت، واليوم غرة مارس. نرجعوا إلى ما اخترته غرة مارس، اخترته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو لتدشين مقرها الجديد. قد يعطي دفعة جديدة من يمكن من العمل وشحنة جديدة لهذه المنظمة. شوية آخر على كل حال يكون موجود معنا السيد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو الدكتور عبد الله حمد محارب. معاه نرجع إلى مشاريع المنظمة، اش نجم تعمل المنظمة هذه اليوم في ظل التغيرات العربية والعالمية الكبرى. واليوم تم إعلان أن الممثل التونسي العالمي ظافر العابدين سفير الأليكسو للنوايا الحسنة في مجال الفنون. ظافر مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. اليوم معبود الجماهير معايا في البلاتو، سيعمل كيف؟ مرحبا بظافر صديقي اللي عندي ليه قدر كبير. مرحبا بك ظافر، شكرا لك على قبول الدعوة. جزء ثاني يكون فيه ميا جريبي اللي بيجي تحكي لنا عن الحزب الجمهوري، الأمينة العامة للحزب الجمهوري، تحكي لنا على الحزب الجمهوري ومشاريعه ومقترحات وقوة اقتراح من هذا الحزب اللي قاعد يقترح في حلول للخروج من أزمة البطالة، منها ما يسمى بفيالق الكرامة. الاسم رنان، توجيهية شوية آخر يمكن تفسر لنا شنو يقصدوا بفيالق الكرامة، إلى جانب خيارات قاعد يعمل فيها الحزب الجمهوري تحكي لنا عليهم ما يجريبي. لكن قبل نستسمحكم نقرأ عناوين الصحافة اليومية اليوم، ومن بعد الموعد مع ظافر العابدين ويلتحق بنا شوية آخر دكتور عبد الله حمد محارب مدير عام الأليكسو. نبدأ مع جريدة آخر خبر، وفي رجوع لتصريحات راشد الغنوشي تعنون الغنوشي يبشر بحزب مختص في شؤون الدولة على حساب الدين بعد المؤتمر المرتقب. هذا اللي المؤتمر التنكري المرتقب على حد تقدير آخر خبر، وانقلاب على الماضي الإيديولوجي والحركي أم محاولة للبقاء. هذه أسئلة كبرى حول مؤتمر النهضة القادم. ونقرأ زاد مقال مطول حول تقرير حكومي داخلي كشف أرقاما مفزعة، والعنوان أكثر من 4000 مليون دينار خسائر مالية في 44 مؤسسة تابعة للدولة. ومقال آخر في آخر خبر حول الخارطة الجديدة للإرهابيين في تونس، وتقول حرب التموقع بين الدواعش عناصر القاعدة، هذه هي معسكراتهم وهؤلاء أبرز قياداتهم. جريدة الشروق، وبعد اللي صار في القصبة نهار الخميس اللي فات، تحرك نقابي أمني تتسائل من يحمي النظام من حماة النظام. جريدة المغرب بالبند العريض، قيادات النقابة الوطنية للأمن الداخلي أمام القضاء، وهذا بتهمة العصيان والاعتصاب ومخالفة أمر طوارئ. نذكر أن النقابة هذه قامت اليوم بندوة صحفية وضحت فيها موقفها من كل هذه الاتهامات. نمشي والجريدة لوتان تنشر تصريحات ألان جوبي، لا فرانس ستيان توجو كوتي دلا تونيزي، فرنسا تقف دائما إلى جانب تونس. في علاقة بهيئة حقوق الإنسان تنشر نفس الجريدة لوتان، كو دونفوا دو لا بروميير كونسلتاسيون، انطلاق المشاورات الأولى، وهذا بالطبيعة في مجلس النواب. نواصلوا مع جريدة لو كوتيديان في عنوان حاد، le couteau sur la gorge، السكين على الرقبة، وهذا بما أن صندوق النقد الدولي يفرض على تونس مراجعة كاملة لمنظومتها الاقتصادية. وعلى خلفية تشاورات بين اللومي وبالحاج، تتسائل نيدا تونس pourra-t-il renaître de ses cendres، هل يتمكن نيدا تونس؟ هذا السؤال الآن اللي موجود، واللي يسعى زي كذلك برجوع رضا بالحاج إلى ترميم الوضع، هل يتمكن نيدا تونس من النهوض من تحت الرماد. جريدة لابخيس تنشر رضا بالحاج première épreuve، رضا بالحاج في مواجهة أول امتحان، وهذا في أول مصالحة يحاول يقوم بها داخل نيدا تونس. في علاقة بتمويل الإرهاب تعنون لافاس انفيزيبل دو لايسبيرغ جريدة لابريس، الوجه المخفي لجبل الجليد، هذا موضوع مهم جدا تمويل الإرهاب. جريدة الصباح نقرأ تصريحات المدير العام للديوان اللي يقول الحاوية فيها سلاح، وهذا ثابت. وبالرجوع للساحة السياسية والحزبية، تتسائل الصباح الساترة والتجمعيون في جبهة انتخابية، فماذا بقي لمرزوق؟ وفي ملحق الصباح مال وأعمال نقرأ تصريحات مطمئنة لسفير جمهورية التشيك، العنوان تونس ستظل الوجهة المفضلة للسياح التشيك رغم أنف الإرهابيين. جريدة الصحافة اليوم تتطرق لاتفاقية التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتعنون وصفة واحدة لتحسين شروط التفاوض. جريدة التونسية تتسائل
ماذا في تحفظات اتحاد الشغل على مشروع مجلة الاستثمار وعنوان آخر قريبا اندماج مبادرة مرجان وحزب الزنايدي. نختم مع جريدة الرهان والعنوان 15,000 ضحية في السنة والمناطق الداخلية في الصدارة. هذه هي أرقام الأخطاء الطبية السنوية في مقال فيه حقائق مفزعة في جريدة الرهان. ظفر العابدين مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. اليوم لاليكسو تختار ظفر العابدين سفير للنوايا الحسنة، اخترت المنظمة العربية للثقافة والعلوم لاليكسو النجم التونسي ظفر العابدين سفيرا للنوايا الحسنة في مجال الفنون. شو يقولوا على الاختيار هذا؟ وقع الاختيار عليه تقديرا لما يبذله من جهود توعوية متواصلة من أجل الارتقاء برسالة الفن والثقافة في الوطن العربي. علاش قبلت؟ ما هو تصورك للمهمة هذه؟ اش ترى روحك تنجم تجيب ولا تضيف للمهمة هذه؟ مهمة حساسة، مهمة خارقة العادة. الفن يخلينا في ساعات يعطيك برشا، لكن هنا مطالب أنك أنت تعطي الآن، أنك أنت تمشي، أنك أنت تقابل، أنك أنت تهز النوايا الحسنة. جستمو شنو هو النوايا الحسنة أنت على ليكسو؟ تجميع العالم العربي حول التربية والثقافة والعلوم. علاش قبلت وكيفاش تتصور مهم؟ أول حاجة شكرا لياس على الاستضافة وتحية لكل المشاهدين. مرحبا. أنا سعيد جدا وفرحان برشا طبعا بتسميتي سفير للنوايا الحسنة لمنظمة لاليكسو. فخور جدا، لكن في نفس الوقت هي مسؤولية. مسؤولية. لأنه في البداية كيفاش جات الفكرة؟ الفكرة أنا كأب وبعد ما جتني زادت لي بنت، نظرتي وطريقة تفكيري تغيرت. مع جاين بنتي ودي الحاجة اللي سيطرت في على تفكيري وعلى مخي كيفاش نضمن مستقبل بنتي. لكن في الآخر يعني هذا يبقى أنت كوالد تعرف نفس الموضوع. كأب اللي هو الموضوع اللي في كل يوم تخمن فيه. لكن ما فماش خيار آخر، مش تشتري لها كهرباء ولا تشتري لها دار ولا تعمل لها مشروع. الخيار الوحيد اللي نراه هو في الثقافة وفي التربية وفي التعليم. احنا في مجتمعاتنا العربية عنا ناس يعني طبقات مختلفة، كل واحد عنده باكراوند مختلف وظروف مختلفة، خيارات وتاريخ مختلف. انا ممكن عندي ظروف تسمح لي اني انا نختار مدرسة لبنتي، لكن فما ناس اخرى في ظروف اخرى ما عندهمش الخيار هذا. دونك بالنسبة لي زمان مستقبل مشرق للعالم العربي والشعوب العربية تعدى حتما عبر التعليم والثقافة والتربية. كما قلت انا خدمت في التمثيل ويعني عندي امكانيات بتاع 18 سنه اللي انا استمتعت فيها، تعلمت فيها، سافرت فيها ونعمل في حاجه نحبها، وحسيت اللي جاء الوقت اللي انا زاد النجم نرجع حاجه للمجتمع اللي انا عشت فيه وتربيت فيه بحاجه نفهمها انا، حاجه نفهمها. اللي انا جاي منه الباك جراوند هو جاي من مرجعيه الفن. الفن انا شفت اللي تتعلم فيه النقد، تتعلم فيه التحليل، تتعلم فيه التفكير بحرية. وشفت اللي في مدارسنا وممكن في سيستمنا التعليمي فما نقص اللي ممكن نخلقه ناس تكون عندها يعني أعداد مميزة اللي هو تكون عندها هذه القابلية للنقد والقبول الناقصة اللي موجود اللي عندنا توا نجم نلقاه في السيستم التعليمي بتاعنا. اللي ناس ممكن تعدي امتحانات حافظة تواريخ، ممكن يكون عنده أعداد كبيرة في المات في السيونس، لكن من جانب إنساني من جانب الفن اللي أنا نراه اللي ممكن فما نقص في القدرة على التحليل، القدرة أنك تكون متسامح، أن عندك ثقافة الحوار، اللي عندك تفكير بحرية ما غير دي تابو، حاجات اللي هي تتزرع في الطفل من اللي هو صغير. احنا عدينا بفترة في بلدان العربية ممكن بحكومات ديكتاتورية اللي أول شيء تطلب اللي أنت ممنوع أنك تفكر، ممنوع أنك تحلل، ممنوع أنك تكون مختلف. لازم كتاب عن سيستم. دونك سيستم التعليمي اللي كان موجود يفرض عليك ويخليك يكون عندك ممكن ناس عندهم دبلومات ممكن لكن ما عندهمش قدرة على التحكير ولا التفكير بأسلوب فردي. الفن يعطيك هذا. الفن أنا كممثل لما جيني سيناريو قدامي أول اختيار نقوم به إن أول حاجة نقوم بها إني نقرأ الشخصية ونحاول نفهم الشخصية. كي نفهم الشخصية لازم تكون فماش أحكام مسبقة، دينه وإلا طريقة تعامله مع الناس لازم نقبله كما هو ونحاول نفهم علاش عملنا هيك. دونك أنا رأى اللي فما جزء ناقص في التعليم
التعليم للولاد الصغار اللي هو تعليم أكثر منه علمي، هو تعليم إنساني. أوه. اللي هو ممكن أترافير الفن ما التمثيل ولا التصوير ولا المسرح ولا الغناء يمكن يعطينا جينيراسيون بتاع ناس اللي هي تكون فيها توازن فيها توازن. ظفر مهم ياسر تقول فيه، يمكن هذا الحقيقة يعطي فكرة على العمل اللي باش تقوم به واللي نشجعك عليه برشا. وانا بيدي فرحان لك اللي صارت التعيين هذايا سفير الأليكس والنوايا الحسنة في مجال الفنون. باهي الآن التربية، التربية كما قلت احنا إزاء بلدان عربية مختلفة. وقت اللي نحكيو على الأليكسو هي تحكيو على تونس، صح تونسي وتعرف تونس مليح. اليوم فما خيارات صارت، خيارات نتاع تعريب في وقت من الأوقات، في نفس الوقت الآن الخيارات هذه قاعدة فيها إصلاحات على مستوى المناهج في تونس. الوزير يحب يقوم بإصلاحات، هل باش تكون موجود أنت لمرافقة يمكن هذا العمل، لي يمكن إعطاء نظرتك للأشياء اليوم؟ أنت داير شنو نظرتك للتربية؟ أنا نظرتي بالطبيعة أنا في الآن توا يعني سفير لمان حسنة للأليكسو، يعني طبعا لو المنظمة تسألني على رأيي يعني أكيد، لو أي حد من 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 من, من وزارة التعليم التونسية يسألني أكيد يعني شرف لي أن يكون عندي مساهمة. هذا أن يكون تعاضد مثلا، لو النجم نساهم، لو أنا رأيي ممكن يصلح، ما نعرفش أنا مش خبير باش النجم نقول باش يصلح ولا لا، لكن أنا نعطيك بذولي ظفر. ما هم باش يستناو منك أنه تعطي رأيك التقني، هم باش يستناو منك أنك تعاضد، أنك تكون موجود، أنك ترافق، يمكن أنك ترافق تجارب معينة حتى تكون أنت سفير لها. أنا نعطيك تجربة شخصية، تجربة شخصية خطر أنا نتعلم الإكسبرينس اللي أنا نعيشها. تجربة شخصية، أنا مشيت بنتي صغيرة تقرأ في مكتب في إنجلترا، دونك عندهم سيستام تعليمي مختلف على اللي نتربيت فيه. الفكرة أنه في الأقسام احنا تكون تربينا قسم فيه 30 تلميذ مثلا، وعندك المعلم قدامك والديالوج يكون جاي من ناحية هكا من القدام التالي ولا من التالي القدام، وتكتب وتتعلم على الصبور. في إنجلترا فما سيستام اللي تلقى في تواول فهم 6 و 7 تلامذة 8 تلامذة حلقات. دونك الحلقة شنو تخلق؟ تخلق حوار بين التلامذة بينهم، تخلق سيستام اللي هو فيه نوع من الاجتماعية تفاعلية. فيه تفاعلية ما بين بعضهم من العمل الاجتماعي المبكر مبكر من السن 5 سنوات. نحترم اللي بجنبي ما نتكلمش، على خاطر كان نتكلم نقلق 5 و6 مش نقلق واحد فقط. نقطة أخرى، في 5 سنوات ونص عمرهم التلامذة كل 3 أسابيع 4 أسابيع يطلبوا منهم يجيبوا كتاب ولا لعبة ولا صورة اللي هي تعجبهم ويجيبوها للقسم، ويطلع التلميذ ولا التلميذة اللي عمرها 5 سنين و5 سنين ونص قدام أصحابها وتتكلم على الصورة علي جابتها وعلاش تحبها، وأصدقائها يسألوها، دونك يخلق حوار بين الاثنين. أنا هنا ما نتكلمش على اللغة ولا ما نتكلم على طريقة، أنا نتكلم على طريقة الإنسان اللي من بعد مشروع الإنسان. مشروع الإنسان المسؤولية اللي نعطيها له من اللي عمره 5 سنين، يعرف يتحاور مع الناس، يعرف يسمع الأسئلة، يعرف يجاوب على الأسئلة، يعرف يحترم رأي غيره من غير ما يتغشش كي يسألوه. دونك تخلق نوعية من الحوار اللي يكبر بها. وقت اللي مشينا بنختاروا المدرسة كذا اللي مهم جدا في علاقه بالتسامح، في علاقه كل شيء بقبول الراي الاخر. وقت اللي مشينا باش نقم باش فما سيستم ان انت باش تشوف المدرسه باش قايد فيها بنتك ولا ولدك، دونك شعملوا لك توري يدوروك في المدرسه. قول قال شكون باش يدور في المدرسه؟ مدير المدرسه؟ لا، اللي دورني بالمدرسه هي تلميذ عمرها 12 سنه تلقى روحها مع البو والام اللي هما طبعا فما فارق كبير بالسن، لكن بكل ثقه تدورك في المدرسة، توريك الأقسام، تحكي لك على تاريخ المدرسة. بعد فهمت اللي هذاك بدأ وقت اللي عمرهم 5 سنوات. اللي طريقة الحوار، الثقة في النفس، كيفاش تتكلم مع الناس، كيفاش تتعامل مع المجتمع، الناس أكبر منك أصغر منك، كيفاش تتبنى الفضاء، أنه الفضاء يولي الفضاء متاعك به متاعك أنت لهنا. دونك هنا اللي رافين خليك يمكن هذه تجربتك مهم ياسر، أنه نشكرك أنك تتقاسمها معنا، لكن أنت تعرف وضعياتنا. ماشي، أنت تعرف وضعياتنا، هذا اللي مهم الان. لكن انا هنا ما اتكلمش، انا ما اتكلمش في الماديات، هذه الكل مش مطلوب منه كمبيوتر، والان هنا طريقه تعامل وطريقه اسلوب اكثر منه في الحوار وفي الديالوج اللي تعلمه من الصغر. كيفاش باش نجموا يمكن اللي تحكي عليه انت من نوايا حسنه جوستومون، من نيه انه نكونوا موجودين في تمظهرات اخرى للتربيه، تمظهرات اخرى للثقافه، للانسان اللي حاجتنا به، للتسامح اللي حاجتنا به، هذاك اللي باش يوصلنا يمكن تونس صحيح سباقه، وصحيح اللي عندها دستور جديد، وصحيح اللي اختارت الديمقراطيه، صحيح اللي عندها استثناء، لكن كيفاش نجموا عمليا نعملوا هذا الكل على الميدان؟ تعرف وضعياتنا، تعرف
النقص نتاع الموارد اللي عندنا، تعرف الفقر اللي موجود في جهاتنا. لكن الكلام التعليم الكلام التعليم مش مرتبط بالماديات، ما كانش يعني انا طفله ولا ابني ولا ابنائي صغيره تهز صوره وتحكي لاصحابها واصحابها يسالوها وهي تحكي لهم علاش اختارتها. هو طريقه حوار مش مرتبط بالماديات. لان تحكي على عقليه أنا كامله، عقليه حوار، واللي انا نقبل براي اخر، واللي الطفله صغيره عندها الحق تقول رايها ما غير نقول لها غلط ولا صحيح. بتبيع فما كلام مناسب، كلام في وقت مناسب، كل شيء، لكن في نفس الوقت عندي حريه ان انا اعبر عن رايي. نجم ناخذ مسؤوليتي، انا اخترت هذا لسبب بعاد ياسر احنا على هذا انه هذا شويه المدينه الفاضله ظفر. لا 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 مش بعاد، ما نجموش بعاد، خاطر احنا كان جيت بعاد، كان جيت تقول لك انا تهز الايباد نتاعها للقسم وكل تلميذ يجيب الايباد وكل تلميذ يجيب الكمبيوتر نتاعه ويجيب، لا تولي حكايه ماتريال ومربوطه. لا انا نحكي لك على طريقه التفكير اكثر منها، يعني ساعات جوستومون تغيير العقليات اصعب برشا من اصعب برشا من الماديات. لكن لازم نبداو من بلاصه، اذا كان ما نبداوش من بلاصه ما نجموش نبدلو. كان الماديات صعاب وطريقه التفكير صعيبه دونك ما فماش حل. اي دونك لازمنا ناخذوها من بلاصه، اذا كان ما عندناش الماديات نبدلو، وهي اهم. الماديات تجي من بعد، اللي تنجم يصلح مجتمع انا راه شخصيا اللي هو طريقه التفكير اكثر منها. هذا يهز الثقافه، داير يهز تقريبا الميدانك انت. فما نقص فظيع في الثقافة، نقص فظيع في إنتاجنا لثقافة تغزو العالم، نحكي على الدول العربية ونحكي على تونس. طبعا نشوفوا مثلا فرص كما نحبك هادي الفيلم الأخير محمد بن عطية، تشوف هذا الإشعاع، لكن هل هو إشعاع هيكلي نصنع فيه وهل هو إشعاع يجي كحادثة عابرة بالصدفة؟ صدفة؟ بالصدفة مشكلة. طبعا مشكلة، لأنك أنت ما عندك سيستم يخلق في يجي فيلم وبعد يغيب 10 سنين ولا 5 سنين يجي فيلم ولا يجي فنان ولا يجي مقدم يجي ممثل يجي مغني، لكن ما فماش سيستيم اللي يخلق حاجه فيها كونتينيتي وكل عام يصنع ثقافه. احنا يقولوا الثقافه الامريكيه غزتنا، باش غزتنا يا اخي؟ احنا مشينا سافرنا لامريكا، لا جاتك ام تي في وجاتك الافلام الامريكيه حتى لدارك، تحل الشام تمشي للسينما تسمع موسيقى تلقاها. دونك الثقافه مهمه جدا في توصيل افكارك وفي تغيير رؤيه الناس ليك عن طريق السينما، عن طريق الغناء، عن طريق المسرح. اللي صار في الفترة القديمة اللي أنا وقت اللي كنت صغير نتذكر كان خوي يهزني للسينما، مشيت للسينما في حمنلف، مشيت للسينما في تونس، مشيت للسينما في سوسة. الآن فيلم تونسي يخرج عنده 3 قاعات عرض ولا 4 ولا 5 قاعات عرض، واللي ساكن في باجة واللي ساكن في صفاقس واللي ساكن في تونس واللي ساكن في قبيلة عمره ما يشوف فيلم تونسي يطلع في قاعة سينما. دونك أنت شنو صار في 30 سنة اللي كانوا ممكن فما 150 قاعة، الآن فما من 10 ممكن 10 يخدموا، وكي يخرج فيلم يخرج في 3 4 قاعات ما يخدموش. فيلم ليلى أبو زيد الأخير حاولوا بروباغندا للإنتاج أنه يوزعوها ل 24 ولاية، وكانت تجربة ممتازة. حاولوا لكن هذه بروباغندا شركة إنتاج خاصة، المطلوب أنه تكون مش شركة إنتاج خاصة اللي تعمل، اللي أنا دولة. أنا كيما أنا نجم بنتي تعمل مجهود، لكن أنا كأب مسؤول على بنتي، أنا لازم نعمل مجهود أكثر من بنتي باش نوفر لها الظروف. بروباغندا شركة، لكن المسؤول شكون؟ المسؤول هي الوزارة والناس اللي عندها البوفوار اللي هي تحب تحضر أجيال قادمة، لازم هي تقوم بالخدمة. ما نقدرش نستناو كيما نقولوا فيلم ينجح في برلين ولا بروباغندا تعمل مبادرة وحدة. ما صدفة نمشيو للهيكل نصنعوا. الهيكل اللي هو سين سيستيم اللي دخل قول إرادة اللي هي سياسية. مرة أخرى ظافر مانيش بعاد ياسر احنا لهنا على معناها على حقيقة الوضع. ما تنساش الوقت اللي نحكيو على الكسوم مانيش نحكيو على تونس كهو، نحكيو على العالم العربي، نحكيو على الدول العربية عندها مشاكل نتاع حروب، عندها مشاكل نتاع إرهاب، عندها مشاكل نتاع فلوس، والبعض ما عندهاش مشاكل نتاع فلوس، البعض الاخر عنده مشاكل نتاع خيارات سياسيه ومجتمعيه. شو تنجم تعمل انت؟ انا شنو نجم نعمل؟ انا ما نجم نخمم، ديما تكون لازم عندي نظره ايجابيه، خاطر كان ما عندكش نظره ايجابيه يتسلم وتربع ونخلينا نكملوا على البلاتو ونروحوا لدارنا وفات الحكايه. لا، نظره ايجابيه للمستقبل، المستقبل فين؟ مع الاولاد الصغار. المستقبل باش نجم تغير اللي قاعد يصير توا واللي باش يصير لقدام، خاطر احنا كنا باش نتعداو، معناها نتعداو نعيشوا فتره ونخليو نعطيو ليفل لاولادنا ولادنا لاولاد ولادهم. دونك كل واحد يحاول يبني للمستقبل، بريتو ما خممش في توا برك. اللي نجموا نعملوا توا اللي نجموا نغيروا العقليه نتاع الاولاد الصغار. انت تقول لي مثلا الارهابي مثلا يمشي يفجر نفسه ولا يقتل روحه، علاش؟ اذا كان نحكي في 30 سنه اللي تعدات اللي انت عملت سيستم تعليمي اللي هو يخلق ناس ما تفكرش تحفظ وكهو وما عندهاش احساس انساني. لان انا كان نمشي باش نقتل غيري، شنو اول حاجه لازمني؟ هل فكرت شنو باش يحس هو؟ شنو باش تحس امه واخته؟ شكون باش يتعذب وراه؟ اذا كان انا وصلت نخمم بتفكير انساني ومشاعر، نولي ممكن نخمم 10 و20 و30 مره وما نعملهاش الحكايه. لكن اذا كان وليت انا حفظت وقلت ونطبق في معلومه،
نمشي نتبقى بيان سور لانه فما ايديولوجي ياخو الايديولوجي ياخو معناها بلاصه الانسان. هذا المهم ايديولوجي الحياه لازم تغلب. ايديولوجي الحياه لازمها تغلب. لازم تغلب ثقافه الحياه. تسمعوا راي الدكتور عبد الله حمد محارب المدير العام للمنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الاليكس. ومرحبا بك سيد المدير. مرحبا بك دكتور عبد الله حمد محارب، شكرا لك على قبول الدعوه. تفضل. مرحبا. يلتحق بنا اذا الدكتور عبد الله حمد محارب. مبروك عليكم دكتور. الله يبارك فيك. مبروك عليكم على الاليكسو. اذا هذا الافتتاح. الله يخليك. المقر الان المقر الجديد بعد سنوات نقدم لك ظفر العابدين دكتور. هذا سفيرنا. سفيرنا. نعرف سفيرنا. نعم شرفنا فيه يعني مساعدته لنا في المنظمة الحقيقة. شرف دكتور. اشكر على جهوده. شكرا دكتور. ينتهي اذا هذا المبنى الجديد بعد سنوات من الاعتمادات ومن العمل، وانت كنت تزور تقريبا مرتين في مره في الاسبوع تمشي تزور المقر، احنا نقولوا الشانتي بالتونسيه، تمشي تزور المبنى الجديد وتم افتتاحه رسميا. هي رحله طويله دائما تقريبا 10 سنوات من الاشغال. من 2003. من 2003 يعني 12 سنه. يخوف شويه هذا الشيء. هذا خاطر انه منظمه عربيه يكون عندها اعتمادات، يكون عندها هذه النظره الاستشرافيه، تقعد عندها المشكل هذا على امتداد السنوات هذه. والله انا لا استطيع ان اعلق على من سبقني، ولكني اقول اني جئت 2013 فوجدته هيكلا خراسانيا فقط، و يعني ساعدتني المملكه العربيه السعوديه والعراق، فأكملت المبنى في سنة وعشرة أشهر. هل هو دفع جديد لجدوى ولنجاعة الأليكسو؟ سيساعد هذا المبنى؟ هو لم يبقى لنا الآن إحنا العرب في خضم هذه التحولات التي تحدث حولنا السياسية والأمنية، لم يبقى لنا إلا الثقافة فقط، لأن هذه المنظمة أنشئت 1970 لاعتمادا على الوحدة الثقافية العربية ولترسيخ هذه الوحدة، فلم يبقى الآن إلا هذه الوحدة فقط. وهذا المبنى هو نموذج لتعاون الدول العربية بغض النظر عن الخلافات السياسية التي بينها. يعني الدول العربية يعني بعض الدول العربية ساهمت مساهمة كبيرة في هذا المبنى وتعاونت فيما بينها على 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 الرغم من أن هناك بعض الاختلافات قد تكون سياسيا في داخل جامعة الدول العربية بين هذه الدول، لكنهم عندما تصدوا لهذا المبنى نسوا الخلافات. وهذا هو المطلوب، نريد في الثقافة ألا ندخل السياسة، لأن الثقافة هي ضحية السياسة. الثقافة هي ضحية السياسة. فعندما تتدخل السياسة في الثقافة تفسدها. فهذه هذا ما حدث الآن. دكتور عبد الله حمد محارب، الآن المنظمة عمرها 36 سنة. أين الأليكسو من أهدافها الأولى؟ وهي التوحيد، توحيد الدول العربية من خلال التربية والثقافة والعلوم، أين هي من هذه المتغيرات الجديدة؟ سمي بالربيع العربي، التهديد الإرهابي، العالم الجديد والعولمة الجديدة، ما هو تصوركم للعلوم؟ ما هو تصوركم للثقافة؟ ما هو تصوركم للتربية في العالم العربي؟ أولا المنظمة نشأت 1970، فالآن مضى عليها تقريبا 45 سنة منذ إنشائها، هذه واحدة. الأمر الآخر أن المنظمة يعني تحاول بكل إمكانياتها أن ترقع ما تم يعني تدميره في هذه الدول. الآن نحن نعاني من مشكلة في الواقع. هناك تقريبا ما بين 14 مليون و 15 مليون طفل خارج التعليم في هذه الدول ذات المشاكل، في اليمن، في سوريا، في ليبيا. هؤلاء الأطفال إذا لم يتداركوا بأسرع ما يمكن سوف يصبحون لقمة سائغة في أفواه التنظيمات الإرهابية. فيعني يجب أن نسارع، وأنا أدعو الحقيقة من هذا البرنامج الدول العربية متكاتفة لتفادي هذه المشكلة ولمحاولة قدر الإمكان مساعدة هؤلاء الأطفال بضمهم في المدارس بأي وسيلة. بأي وسيلة يعني كل اللاجئين الموجودين في كل الدول العربية، وأنا أعرف أن الأردن تبذل جهودا يعني جبارة في احتواء أبناء اللاجئين داخل المدارس الأردنية، وهذا شيء
جيد جدا. في تركيا كذلك أنشأوا لهم مدارس، لكن يبقى الأطفال موجودين داخل سوريا، والأطفال موجودين داخل ليبيا، داخل الدول. هؤلاء يعانون مشكلة عدم انتظام الدراسة. يعني هناك دراسة قد يحدث في بعض المواقع لكنها ليست منتظمة. فهذه هي المشكلة، هذا الذي نعانيه. فنحن الآن يعني أنا الحقيقة يعني دائما أدعو إلى إنشاء فرق إعادة إعمار تربوي وتعليمي وثقافي بحيث تكون هذه الفرق جاهزة فور انتهاء هذه المشاكل وسيادة الأمن تبدأ في العمل. وأنا هنا يعني أجعل تجربتنا في الكويت عندما حدث الغزو العراقي. بعد الغزو العراقي 3 أشهر تم إنشاء فرق لإعادة الإعمار، وكانت الكويت محتلة، وظلت هذه الفرق جاهزة بأموالها بخططها. فور أن انتهى العدوان العراقي على الكويت بدأت الفرق تعمل. في خلال 2 أو 3 أشهر فتحت المدارس. هذا هو الذي نريد أن نفعله، يعني أن تكون هناك فرق جاهزة لإعادة الإعمار. مدارس بأي مناهج دكتور؟ مدارس بأي مناهج؟ أنت حكيت على في لموقع ليدرس العربية العربي مثلا عن ضعف التربية، عن ضعف علمي. هذا الضعف التربية والضعف العلمي بطبيعة الحال يقود إلى تراجع في الثقافة. طبعا. أي الآن مدام عندنا هذا التشخيص ماذا نفعل؟ نصلح التعليم. نعم، أول خطوة نصلح التعليم. استثمارات مالية ضخمة، يجب أن نضخ استثمارات مالية ضخمة، ويشاركنا في هذا القطاع الخاص والمجتمع العربي في كل مكان، وليس فقط الحكومات، أيضا الأثرياء والشركات الكبرى تساهم في يعني تطوير التعليم. تطوير التعليم يحتاج استثمارات مالية ضخمة. في مقدمة يعني طرق تطوير التعليم رفع مستوى المدرس بحيث لا ينظر له نظرة فيها احتقار وفيها ازدراء في المجتمع. يجب أن يكون المدرس من يعني في الصين المدرس من طبقة النبلاء، يعدون المدرس طبقة النبلاء، لأنه هو يعني حنا يجب أن نفعل هذا. هذه أول، ثم نبني مدارس كثيرة عشان نقلل من كثافة الفصول. نغير في الكتاب المدرسي، نستجلب الخبرة الأجنبية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي كوريا. كيف يعلمون المواد؟ في مواد متفق عليها، ليس الكيمياء والطبيعة والإنجليزي والرياضيات، هذه كيف تقدم للطالب، كيف يعلم. هذه إعداد المدرس، احنا في عندنا مشكلة في الوطن العربي. هذه المشكلة قضية إعداد المدرس. نترك إعداد المدرس لكليات التربية، وهذا خطأ كبير. كليات التربية ليست لي تعد المدرس. المدرس يجب أن يعد علميا أولا، ثم بعد ذلك تضاف عليه مواد تربوية. هو الآن الذي يحدث أن في داخل كلية التربية يأخذ 55% من المواد العلمية و45% مواد تربوية. مواد تربوية ليس لها علاقة بالعلم كعلم، علم تخصصك، جغرافيا مثلا، رياضيات، إنجليزي. هو يأخذ فقط جرعة يعني ليست كاملة. في السابق في الستينات كان المدرس يتخرج من الجامعة في تخصصه، ثم إذا أراد أن يكون مدرس يذهب إلى كلية التربية ويأخذ دبلوم في سنة، دبلوم تربية. هذا هو المطلوب. الولايات المتحدة الأمريكية كان عندها نظام سابق في السبعينات والثمانينات، هذا النظام، ثم وجدت أنه فاشل فتركته. والآن كليات التربية هي أو الحل الآخر أن تزاد السنوات في كليات التربية، بدل ما تصبح مثلا 4 سنوات يتخرج بعد 6 سنوات، بحيث يأخذ جرعتها الكاملة. أنت اعتبرت أنه أجيال كاملة خرجت دون دون الزخم من 30 سنة، ما أكثر من 30 سنة، أي في رداءة في المخرجات التعليمية. هذه الرداءة بدأت في مخرجات التعليم الثانوي، ثم وصلت إلى الأقسام الجامعية في الدول العربية. إذن إلى العلوم، إذن إلى وصلت حتى إلى الدولة، إذا كان كلها نعم. يعني حلقة فساد، أنا ما أتكلم عن الفساد الأخلاقي، إنما فساد في من ناحية تربوي علمي يعني معرفي وصلت إلى كل المواقع. والمشكلة أن الضعيف لا يعترف بضعفه، هذه هي القضية. أنت تعتبر أنه بعض من الموجودين في ضعف علمي، نعم، من لديهم ضعف علمي لا يعترفون بذلك. أن بلداننا
بلداننا لا تعترف بضعفها. لا 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 تعترف، هو على المستوى الشخصي كذلك لا يعترف هو بضعفه، هو يعرف أنه ضعيف علميا لأنه يتطرق في المؤتمرات ويحضر المؤتمرات ويشوف الناس تتكلم في أشياء بعيدة عنه، فهو يعرف أنه يعني نقصته أشياء. ظفر، بلدان عربية لا تعترف بضعفها العلمي والتربوي. يقول لك الدكتور عبد الله حمد محارب نبداو بنوع من لعبة الصراحة، أنه نخزر لبعضنا في عينينا ونقولوا احنا عندنا مشاكل. على مشاكل انا مش نمشي ابعد معك، نقول لك المشكلة مش في البلدان نفسها، المشكلة مش في السيستم، المشكلة في العيلة نفسها. لازم نقولوا اللي عندنا مشكلة في التربية في الأسرة، في مجتمعاتنا. احيانا احنا مثلا الطفل الصغير عندنا طريقه تعامل معاه، الطريقه الاسهل والاقرب احيانا اللي هي ما تعملش العقاب. لكن اللي بشع العقاب يخليك تتفادى الغلط في وقت ما، ولا تتفاداه من الخوف لانك خايف. الولد خايف ولا البنت خايفين فما يقوموش بالفعل الفعل لانه المجال ضيق. لكن جدا. لكن التربيه تكون من البيت، خاطر التعليم باش يقوم بدور، والمعلم نفسه هو عنده بيت وعنده تربية أولاده في البيت. التربية فما لازمنا نحلو حوار فيه، اللي أنا كيفاش نربي ولدي وبنتي على الحوار، أن نفهمه اللي على النقد، على الحوار، على الحوار على حقه في البيت، على حقه في التعبير، على حقه في التعبير لأبوه والأمه، أنه عنده وجهة نظر مختلفة، أنه مش الأمر يكون من فوق، من الأب للأخ الكبير للأخ الأصغر، وما ينجمش الأخ الأصغر يقول الأخ الأكبر اللي ممكن ممكن رأيك مختلف. فلازم يكون فما حوار وديمقراطية في البيت، باش من بعد التلميذ لما يكون رايح للمدرسة يكون جاهز. لهنا هذا يحيلنا على كلام من عند الدكتور عبد الله. وايضا في المدرسه، ايوه ايضا في المدرسه يكون هناك ديمقراطيه، يعني يجب ان لا تكون المدرسه صوره منعكسه لوزاره الداخليه، الاستاذ يصبح يرهب. لكن انت دكتور عبد الله حمد محارب تعرف ثقافتنا، ثقافتنا الابويه، ثقافتنا اللي هي ثقافات ساعات قوية جدا في علاقة بالتقاليد وفي علاقة بالعادات والتقاليد، وانت تقول اكثر من هكا، وهذا اللي باش نختموا به على خاطر يداهمنا الوقت. انت تقول اكثر من هكا، تقول مجتمعاتنا لا تزال مجتمعات متخلفة. نعم. لا تفهم معنى الحرية والديمقراطية. صحيح، هذا كلام كبير هذا. يعني هو نحن مثل الطفل، ولبسنا ثيابا اكبر منا ومشينا فيها فوقعنا، ولذلك لما جاءتنا الديمقراطية لم نحسن استغلالها. في بعض الدول العربية لم نحسن الاستفادة منها، لأن يعني جماهيرنا لم تتعود على مثل هذه الديمقراطية، والناس الذين سيطروا على الأمور أيضا لم يتعودوا. لكن هذا في عهدة لالكسو مثلا زاد كذلك أنها تكون سباقة في أنها تفتح إلى مجالات الديمقراطية وإلى مجالات تفكير النقد. التعليم، التعليم هو المفتاح السحري لكل هذه المشكلات. هذا التعليم كلمة تعيين نجم يكون في نفس الوقت من البرامج التلفزيونية، لأنه مثلا الآن في البرامج التلفزيونية نشوفوا برامج سياسية من الصباح لليل، لكن فما وقت لازم أنا ومرتي وأخويا نتفرجوا على برنامج تلفزيوني علمني تربية الشاب ثقافي، لأنه وين ديسكوفري تشانلز، وين الحيوانات، وين الحاجات اللي كنا نتفرج فيها قبل. الآن من الصباح لليل الناس بالدرجة الناس تخبط في بعضها، أنا كمتفرج ما تعلمت حتى شيء، فما بوز قال وقلت لك، لكن كمشاهد ما تعلمت حتى شيء. كيفاش نربي بنتي، كيفاش نربي ولدي، كيفاش هذايا. طبعا الاكسو عندها مسؤولية، أنا في عيلتي عندي مسؤولية، القناة عندها مسؤولية، أنه تنوع من البرامج، أنه نعطيه برامج تعليمي تثقيفي خارج على نطاق المدرسة. شنو نجم نتعلم في التلفزة كي نشاهد؟ كلها متقاسمة، أظن مسؤولية متقاسمة. دكتور عبد الله حمد محارب، بما أنه جبدة ظافر ذكر البرامج التلفزية، أنتم اتفاق مع التلفزة الوطنية، يمكن ما هي عناوين هذا الاتفاق مع التلفزة التونسية؟ يعني المساعدة في عقد دورات تدريبية، في استغلال بعض الفضاءات الموجودة عندنا لأنشطة يقوم بها محطات تلفزيون، تعاون، يعني كل ما يؤدي إلى دفع الثقافة وغيرها يعني من الأمور. أنا بس بضيف لأنه عليكم أنتم مسؤولية، أنتم الإعلام عليكم مسؤولية كبرى، لأن ما يتعلمه الطفل في المدرسة يفقده الإعلام كل شيء في البيت بعد ذلك، يضيع التلفزيون ويشوف الحلقات اللي فيها عنف وقتل وكذا، فيفسد كل شيء. يعني الإعلام عليه مسؤولية كبرى. قنوات كيما ار تي اللي هي قناة ثقافية، ولا تشانل 5 في انجلترا اللي هي
غائبة في مجتمعاتنا العربية، القنوات اللي تروح للبزنس اللي هي تبيع أكثر، مشاهد أكثر. لكن أنا أول ما توليت المسؤولية في المنظمة طلبت إنشاء قناة ثقافية خاصة بالمنظمة على هيئة مثلا ناشونال جيوغرافيك أو غيرها من القنوات الديسكفري ذات الرسالة النبيلة العلمية فقط، يعني ليس بعيدة عن السياسة، لكنني لم أوفق مع الأسف. إن شاء الله توفقوا الناس كل بعضنا. دكتور عبد الله حمد محارب، بارك الله فيك، شكرا لك على قبول الدعوة، كانت دعوة سريعة، لكن نتمنى أنه احنا نرافقوا مع بعضنا هذا الافتتاح للمقر الجديد، لكن اللي هو فعاليته كبرى واللي باش يتواصل الآن إلى حدود يوم الجمعة 4 مارس 2016 في محطات كبرى وندوات مهمة، منها ندوة الإعلام ودوره في مواجهة التطرف والإرهاب بمقر المنظمة بطبيعة الحال. افتتاح كذلك اللي به لهنا هو أنه فما محاضرات يلقيها مثلا البعض من الضيوف الكبار في هذه الندوة، وهناك ندوة الفنون ودورها في مواجهة التطرف والإرهاب، هذا اليوم الثالث يوم الخميس، ونعتبرها يمكن محطة مهمة. احنا باش نرجعوا لها المحطة هذه من خلال استضافات اخرى من عديد الضيوف اللي موجودين تبارك الله في الاحتفال بالمقر الجديد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو. شكرا لك على قبول الدعوة ظفر العابدين، بارك الله فيك، شكرا لك على قبول الدعوة. نذكر اذا ظفر العابدين سفير للنوايا الحسنة للأليكسو، حظ سعيد في المهمة نتاعك ظفر، وترجع بحذانا ونحكيوا فيها الحكاية ونحاولوا كيفاش مع بعضنا نشوفوا مستقبلنا وين ماشي. ونشكركم مرة أخرى. نستقبل شوي آخر ما يجري بالأمينة العامة للحزب الجمهوري، ويبقى لي نشكر السادة عبد الله حمد محارب وظفر العابدين، بارك الله فيكم. ننطلق في معرض الصحافة الرقمية، ننطلق مع The Wall Street Journal اللي عنوان في شأن التونسي How Tunisia became a top source of ISIS recruits، كيف أصبحت تونس المصدر الأول للمجندين لصالح داعش، والعنوان الفرعي هو Thousands of Tunisians have gone to fight with Islamic State in Syria and Iraq. هذه الألاف من التونسيين ذهبوا للقتال مع الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. مشكلة كبيرة ياسر هذه أنه الول ستريت جورنال يعنون بالمعلومات هذه، لكن في نفس الوقت هذه حقيقة وما نجم نعمل معها حتى شيء. موقع الديلي تايمز الجريدة الباكستانية يعنون تونيزيا wants more trade with Pakistan. تونيزيا تريد مزيدا من التجارة مع الباكستان على خلفية التحاق وعلى خلفية التحاق 20 جندي بريطاني بالتراب التونسي. موقع وكالة الأنباء رويترز يعنون UK to send troops in Tunisia to help stop ISIS crossing Libya border. المملكة المتحدة ترسل جنودا إلى تونس للمساعدة في الحد من التسلل للحدود مع ليبيا. وعلى نفس الخبر موقع Africa News Britain sends soldiers to help men 500 kilometers Tunisia Libya border. بريطانيا ترسل جنودا إلى تونس للمساعدة في 500 كيلومتر الحدودية مع ليبيا. موقع الجريدة الفرنسية لومانيتي اللي تنشر تونيزي لا باتاي دي بيرسيكوتي، تونس معركة المضطهدين. والموقع الإلكتروني لمؤسسة موديز للخدمات المستثمرين وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية ينشر تحت العنوان موديز انفستر سيرفيس افيرمز تونيزيا جوفرمنت ايشورز ريتنج ات B1/Ba3 مينتين ستيبل اوتلوك. موديز للخدمات تؤكد بقاء التصنيف السيادي لتونس Ba3 وتحافظ ايضا تونس على نظرة مستقبلية مستقرة. موقع افريكان مانجر الاخبار قاعد يفرح في البعض من التوانس على خلفية تصريحات وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، العنوان نعمان الفهري لا بي سي تي ا ليفي تو لي اوبستاكل ا لوتيليزاسيون بلين اي انتيير دو باي بال. نعمان الفهري البنك المركزي التونسي رفع كل حواجز الاستعمال الكلي لخدمات الباي بال، يستلم فيها برشا التوانسه تمكنهم من تبادلات تجاريه عالميه. مرحبا بك ما يجري، شكرا لك على قبول الدعوه. وننهي بموقع تونيزي نيميريك وعنوانه كاتر تيرورستا باتيو سيدي بوزيد، خلفيات اللي صار الان من مواجهات اخيره في سيدي بوزيد، 4 إرهابيين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن. ما يجري بي، مرحبا بك الأمين العام للحزب الجمهوري، شكرا لك على قبول الدعوة. كنا نحكيه التربية مع الأليكسو، احنا ديما نحكيه الآن قاعدين على مستقبل بلادنا، ولذا سؤالي الأول باش يكون حول مستقبل بلادنا وحول واقع بلادنا. شنو أحوال تونس اليوم ما يجري بي؟ عسلامة. تونس تعبة بيك أكثر. تونس تعبة وإحنا في وضع مهدد، خلينا نقوله مهدين من الخارج بحرب باش تكون تداعياتها
وخيمة على ليبيا وعلى تونس. مش هذا مجالها اليوم. ومهدين من الداخل بانفجار اجتماعي. أنت تعتبر أنه مهدين من الداخل بانفجار اجتماعي؟ طبعا. والانفجار الاجتماعي هو التربة السانحة لتنامي الإرهاب والتطرف ودواعش وغيرها. أنا الحقيقة ما سمعتش الحوار الهام اللي تحدثت عليه أنت، لكن قلت الثقافة والتربية هما عنصر من عناصر التغيير الهامة اللي بدون إصلاحهم وبدون منظومة جديدة متوجهة للعصر ومتوجهة للمستقبل وماخذة بعين الاعتبار كل العناصر، ما نجموش نتقدموا، نجموش نحكيوا على تونس المستقبل كما تحدثت أنت. ولكن أيضا عنا تحدي اختيرة، واللي إذا كان ما نخزروش للواقع كما هو رانا ما نجموش نقدمه بتونس. تونس مهدد، والانتقال الديمقراطي مهدد، والاستقرار متاع تونس مهدد. مش مهدد الانتقال الديمقراطي، مهدد هناك في مؤسسات وفما صندوق تكلم. أي صندوق بيان سور، صندوق تكلم شيء إيجابي، هذاك علاش نقول مهدد، معناها هو موجود ولكن فما تهديد. التهديد منين جاي؟ من الانفجار الاجتماعي. منين جاي؟ من غياب التنمية، من غياب تحقيق برنامج الثورة اللي ثورة جات من أجل التنمية، من أجل التشغيل، من أجل مقاومة الفساد. الشعار الشهير الشغل استحقاق يعني ثابت السريق، هي حوكمة رشيدة، هي تكافؤ الفرص، هي تشغيل، هي غير ذلك. هذا كله ما هوش موجود. عام اثنين ثلاثة خمسة بعد خمسة سنوات من الأحلام، من الأمال، من الانتظار. بالطبع ماذا يستقر في النفوس؟ يستقر الإحباط، يستقر اليأس، يستقر غياب الأفق، وتزيد على هذية خطر كما قلت الإرهاب والتطرف والانجذاب نحو حلول أخرى. شو ولات فما وضعية متاع اعتصامات، متاع احتجاجات عنيفة، متاع ما خرجناش من حالة الطوارئ من 2011 لتو تقريبا، ما خرجناش من حال الطوارئ. حال الطوارئ على حال الطوارئ. فعلا انا نعتبر الوضع عملي تفاقم، مش بركه ما خرجناش بمعنى انها هي نفسها الوضعيه، عملي تفاقم الوضع. دونك انا نقول احنا على الاقل في الجمهوري نعتبر انه نفسنا مسائلين، مسائلين عن مصير البلاد، ومسائلين امام شعبنا، امام شهدائنا، وامام شبابنا اليوم. مش هذا ليس بالامكان احسن مما كان ذاك هو الغالب، فنسمع منها مع الاسف الشديد، نسمعها حتى من بعض الوزراء حتى من بعض الوزراء على غالب شباب ما يحبش يخدم، عملنا له فرصتي وعملنا له سمعته وناقشت انا معاهم في الموضوع هذا. انا اعتقد ان واجب السياسيين سواء في الحكم او في المعارضه، احنا نعتبروا روحنا مسائلين مهما كان الموقع نتاعنا، هو البحث على حلول، التنبيه للمخاطر والبحث على حلول. ونعتبروا ان تونس اليوم في هالتهديد هذايا وفي غياب التشغيل وفي غياب التنمية اللي قامت من أجلها الثورة، يا ناس الثورة قامت من أجل التنمية، احنا ما عندناش تنمية اليوم، 0.8 نمو والبطالة عمال تزيد. نحن في حاجة إلى مشروع وطن ينهض بتونس فيها أولويات محدودة، ما عشناش بعشرة أولويات. نعتبر التنمية هي طريقنا من بين الطرق لمحالة مش هو سلاح من أسلحة مقاومة الإرهاب. نعتبر اللي مقاومة الفساد هو عنصر من عناصر دفع التنمية. تجارب الكل تقول أنك كي ترتفع نسبة مقاومة الفساد ترتفع نسبة النمو. نعتبر بركة نعتبر اللي الوجهة العامة هي سياسة جبائية عادلة توفر موارد للدولة، وهنا يطرح دور الدولة في هذه. احنا مختلفين تماما مع الحكومة مع الوثيقة التوجيهية اللي تقدمت بها في اللحظات هذه العصيبة اللي تمر بها البلدان الكل، تعرف انتقال ديمقراطي او ثورات او ازمات خانقة. الدولة دورها يجب ان يكون رياديا قاطرة تدفع الاستثمار. هذا امر يلزمنا نتوافق عليه، يلزم يكون بعيد على التجاذب، يلزم يكون يلم الشعب الكل وراء حكومة قوية، وراء نخبة سياسية في الحكم ولا معارضة. هذا حكيوا عليها شوية، نخبة سياسية هذا حكيوا عليها شوية، بما أنه أنت تعتبر أنه تنجم تكون، مش تنجم، هي مناط بعودتها أنها تكون القاطرة. شنو تقييمك لهذه المؤسسات؟ نبدأ بالمجلس. وتيرته وئيدة جدا، ولا أعتقد أنه استجاب للضرورات نتاع التشريعات اللي تستحقها تونس اليوم في ميدان التشغيل، في ميدان الاستثمار، في ميدان الاقتصاد الاجتماعي مثلا اللي ماذا بينا نتحدث عليه، في مجال القوانين الجديده اللي تمكن تونس من انها تدخل في مرحله. مش صحيح يقول احد النواب اليوم، ما نذكرش اسمه، في اكسبريس اف ام مع الزميل مهدي كاتو يقول مش صحيح، وصفيان بن حميد يقول مش صحيح، يقول احنا الليجان تخدم على وتيره قويه، يقول بعض الليجان وصلت الى حد انها كملت القوانين كما لجنه الفلاحة، يقول بالنسبة لنا كملت القوانين، تستنى أنها كملت ترسانة قوانينها الكل وتقريبا مش قاعدة تخدم، مش قاعدة تخدم على أساس أنها عندها يمكن مبادرة أخرى تجي. يقولوا اللي جان تخدم، يقول صحيح جاتنا مؤخرا نوع من أزمة الغيابات، لكن في الأثناء احنا عدينا عام نيابي مهم، خرجنا فيه قانون الإرهاب، خرجنا فيه هاتوا نقولوا النسخة الأولى من مجلس على القضاء،
بالرغم من الصعوبات الموجوده. ولذا هذا مش راي الناس اللي قاعده تخدم المشرعه، مش هذا راي. انا اولا نقبل بالاراء المختلفه، وجاي شيء جميل انه فما اراء مختلفه، هذه ملاحظه اولى. ملاحظه ثانيه، صحيح عدينا عام مهم انتهكنا فيه الدستور برشا مرات، والمجلس الاعلى للقضاء متاخر، والمؤسسه المحكمه الدستوريه متاخره، وهذا انتهاك للدستور. وراه مش الامنيين برك ينتهكوا الدستور، كي نفكروهم اللي هما كي عملوا الوقفه هذيك، راهو انتهاك الدستور مع الاسف من المؤسسات الدوله اللي هي مؤتمنه على الدستور. والسياسي ونبدا بهم بروحي، راهو ما يتحسبش على الجهود اللي يعملها، مش على خاطر تعب ولا على خاطر يخدم حتى في الليل ولا في الليجين وكله، يتحاسب على النتيجه. اليوم النتيجه انه شباب تونس يحرق في روحه ويحرق في البلاد ويحرق البرة. اليوم شباب تونس يسائلنا نحن السياسيون، وذاك علاش نرجع ونقول الدولة عندها دور المسؤولية. أنا كنت نتحدث مع بعض الوزراء وربما يعرفوا بعضهم كان يسمعوا الحديث، يقولوا على غالب شباب ما يحبش يخدم واعطيناهم برشا فرص إلى غير ذلك. نقول له كان واحد واثنين وثلاثة ما يحبوش يخدموا بون تو نعالجوا، أما إذا كان فما وضع عام في البلاد راهو ظاهرة مجتمعية، وراهو دورنا احنا كسياسيين ودور من هم في الحكم انهم يتحملوا المسؤولية لتوفير مواطن. لكن مش معناها يخدموا في الوظيفة بربي خلينا نوضح، مش معناها يخدموا في الوظيفة العمومية، راهو مش هذا معناها، هما مسؤولين على توفير التشغيل، معناها تمكين من التشغيل، ومسؤولين على تنمية. كيف نقول مشروع وطن نقول سياسة واضحة، نقول أولويات. لكن فمش كل يقول ما يجري متفرج فارس في علاقة بعملكم السياسي، متفرج فارس بما انه دوله اش عملت؟ عملت برنامج فرصتي، عملت الان هذا التجنيد، التجنيد هذايا في المؤسسه العسكريه اللي هو تجنيد استثنائي بالطوابير مشاء والشبان، يعتبروا امر ايجابي. ايوه هذا امر ايجابي، يعتبروا انه عملوا تفعيل لاليات الشغل الكل تقريبا، والا اليات الدخول الى عالم التشغيل. يقولوا لا ما عملوش كل شيء على خاطر بشهادتهم هما يقولوا كان مانيش غلطه 40% من نسبه انطلاق المشاريع اللي الاعتمادات لها مرصوده وحاضره. اكيد الرقم عندك انت اعلامي متابع، يظهر لي 30% من الاعتمادات نتاع البنك الدولي ديبلوكي. ما قلتش الكلمه، ما عنديش الرقم امامي، لكن انت تعتبر انه وبالتالي مش كل شيء تعمل، معناها مش كل شيء تعمل. والمتفرج فارس وقت اللي ما يقدمش مقترحات، باش نحكي فيها الحزب الجمهوري فعلا. علاش قلت لك احنا نعتبروا نفسنا مسائلين؟ مسائلين بالبحث على حلول. احنا نراو ان الاصلاح الجبائي، مقاومه الفساد، دور الدوله الريادي، هذوما اساسيات باش نمكنوا لبلادنا من التنميه، باش نفتحوا مجال الاستثمار، باش يتمكن المستثمر الخاص باش يستثمر. 5 سنين وما استثمرش. الدوله ما نجمتش تستثمر في المناطق المحرومه، باش ينجم توا المستثمر الخاص. وبالتالي هذايا كلام تحدثوا عليه الوزراء مع الاسف الشديد، ولكن ما عندناش طبعا. هو ما اقنعش الناس، هو ما تحققش، هو راهو مش مطلوب يقنعني انا، المطلوب يتجسد، ومطلوب يلقى فيه انخراط نتاع الشباب. انتداب وزاره الدفاع اللي وقع يبين شباب تونس مستعد للعمل، مستعد يبين شباب تونس راي تونس عندها معنى بالنسبه لي. واحنا اعتبرناها راهو دراسه جدوى بالنسبه لمشروع مشاريعنا، مشاريعكم كما فيلق فيلق الكرامه اللي نحكيو عليها، مؤشر ايجابي جدا للمشروع، مؤشر ايجابي لفيلق الكرامه. ترى نحكيو عليه شويه اخر. اداء قلت لي اداء المجلس ضعيف، اداء رئيس الحكومه واداء رئيس الجمهوريه، احكي لي عليهم زوج، شنو رايك؟ والله رئيس الجمهورية ديما نقولها له، أتمنى أن دائما يكون في موقع رئيس كل التونسيين، وينسينا الحملة الانتخابية وشكون صوت له وشكون ما صوتلوش. يقولنا راهو رئيس كل التونسيين، ويتدخل عندما يتطلب ذلك في الوجهة. تدخل في، تعتبر أنه تدخل في شأن نداء تونس رئيس الجمهورية؟ طبعا هذا موضوع يظهر لي خلينا نقدمه القدام. طبعا هذا موضوع عبرت عليه هنا رأيي بكل وضوح، وهذا خرق للدستور، وما بعثش برسالة أنه رئيس كل التونسيين. ولكن هذا خلينا نمشي القدام، خلينا نمشي القدام. رئيس الحكومة قبلته نهار 21 فيفري، شو حكيته؟ رئيس الحكومة ساعة أقول له الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك انت زاد يا عيشك يا عيشك يا عيشك، الف سلام عليه. ونقول انه عنده ملكه انصات وتفاعل مع كل الاطراف، هذه حاجه باهيه، هذه حاجه ايجابيه جدا. قلت انت شقلت له؟ هو كان في اطار مشاورات مع الاحزاب، وخاصه بعلاقه بالاحتجاجات اللي وقعت وبغياب التشغيل وتفاقم البطاله. طبعا قلنا له نقطه اولى
أن التشغيل ما هو إلا عنصر من عناصر التنمية، وبالتالي ما نجموش بصفة تقنوية نتحدث على التشغيل ما نتحدثوش على التنمية. هذاك علاش يلزم سياسات جديدة، وهذاك علاش يلزم وجهة جديدة، المشاريع المعطلة تتحرك إلى غير ذلك. النقطة الثانية، قدمنا له المشاريع اللي تقدمنا بها طبعا بعجالة، تقدمنا بها في الندوة الوطنية اللي تقدمنا فيها بمشروع مقاومة الفساد، إصلاح الجبائي يوفر موارد للدولة يمكن أكثر عدالة، الاقتصاد التضامني، والمشروع الأهم ربما الأكبر مش هو الفيالق الكرامة، تقدمنا له عناوين المشاريع، وطبعا أكدنا له على استعدادنا الكامل طبعا هذا ما فيش كلام للحوار حول التشغيل. فيالق الكرامة، أنتم هذا مشروع تعتبروه مشروع قد يساهم بالنسبة لكم في يساهم في قوة الاقتراح سيقبل كل شيء. بالضبط. تقترحوه للنقاش وتقترحوه حتى يمكن يلتف حوله العديد. قدموا للتوانسة. شنو هو فيالق الكرامة هذا يا مدام؟ هو فعلا الفكرة الأساسية متاع حزب يعارض ويقترح أساسي هي. يعارض ويقول قلت أنت المتفرج فارس، لا ماناش فارسين يا سيدي، احنا نحب ونخدم بلادنا ونساهم من أي موقع، وإذا كان مشروع جيد نقدمه أنا وتاخذوا الحكومة وتمشي به. تشكيلات عسكرية غير حاملة للسلاح تتكون من شبان شابات وشبان ذكور وإناث بطبيعة الحال. خليك أنت تقدم شو الفكرة الفكرة الأساسية. شوف مدام. الفكرة الأساسية هي عنا جيوش من البطلين سلبيين محبطين يشعرون بالإقصاء، وبالتالي يعبرون على هذا الشعور بطريقة سلبية وربما عنيفة في بعض الأحيان. التحدي هو كيف نحول هذه الجيوش إلى جيوش فاعلة تنهض بالبلاد وتساهم من موقع متقدم، وبالتالي تشعر بالكرامة وتتملك مشروع بلادها. نحب نقول للناس اللي يقولوا تيهو عطيناهم فرستي، تيهو عطيناهم مشاريع ما نجموا حد شيء، ومستوى التعليم بالحق هو مستوى التعليم فيه مشاكل إلى غير ذلك، قل لهم كيما هما فيهم السلبي احنا باش نفجروا منهم احنا المنظومة الوطنية الكل الإيجابي. كيفاش نقول لهم تعالوا كما يقول سيرياض المرابط اللي هو طرح المشروع هذا واشتغل عليه مع فريق راه منذ اشهر واحنا نخدموا عليها. نقول لهم مش كريم تعالح ساهم في نهضه بلادك وساهم في العمل وين في اطار يشرف كل تونسي، هو اطار وزاره الدفاع الوطني والرايه الوطنيه. هل يعني هذا انهم عسكريون؟ لا ما همش عسكر، هما فيالق مدنيه للخدمه المدنيه تحت قبه وزارة الدفاع. وزاره الدفاع بمعنى عندهم امتيازات الجيش، هذا المقابل تقريبا لعملهم تقريبا عند حتى المقابل الاعتباري زاده نخدم في السلك يشرف تونس، الامتيازات في الصحه والتعليم وغير ذلك، ولكن في المقابل صرامة وانضباط الجيش الوطني. وطبعا فما تدريبات أولية حتى لا تتحول إلى آلية كما الآلية 16 ولا الآليات الأخرى. هذه الفكرة الأساسية. معناها تاخذ من فلوس الدولة، أما تاخذ من فلوس الدولة بتنظيم عسكري، ولذا فيه انضباط معين في الحضور وفيه صرامة وفيه معناها دقة في الوقت وغير ذلك. تعرف أنت دائرة محاسبات قديش لقينا من يخدموا في الحظائر وهما إما طلبة ولا راقدين في ديارهم ولا حتى يخدموا في حاجة أخرى. في المقابل أن يكون موجود 250 دينار بالنسبة لل من 250 إلى 350 حسب الشهادة وغير ذلك. كيفاش يخدموا الناس؟ يقول قايل نجم يقول مهندس عندي شهادة إلى غير ذلك، شنو هي هذه؟ قول له ماهيش شهرية، راهي منحة. منحة باش أنت تدخل في دولاب، راهو مش فقط باش تخدم برا معناها ولا باش نعطيك شديدك، مش باش تشديدك، لا باش تساهم في وضع بلادك على السكة. سي تري امبورطون انك انت تتملك هالمشروع هذايا نتاع، انا قلت لك مشروع وطن، مالا انت طرف في بلادك على سكه بالك شي من بعد تجيك فرصتك انت في 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 يمكن تدخل في الدولاب تجيك فرصتك تساهم ساعه اولا قدر الامكان يخدم حسب شهادته وحسب مقدراته اللي يعرف، ولكن قدر الامكان ما احنا النظام عسكري وقت يقول لك باش تخدم في الجهه هذيك وفي المشروع هذيك تخدم في المشروع هذيك. يقول قايل هاو سيد رشكون، سي سامحني مش سيد رشكون مع الاعتذار، سمعت الوزير التشغيل في الترويكا قال لهم مشيو جمعوا زيتون وما مشيوش. طبعا حتى انا كنت ضد، لانه وزير التشغيل توا وقتها مطلوب انه يبحث على اليات للتشغيل، لكن الآن في إطار جماعي وتحت راية وطنية ومساهمة في التنمية وفي مقاومة الإرهاب زادة، كي نقول له أي حاجة
يمشي في إطار كما قلت أنت تفتح أفاق جديدة يدخل في ديناميكية جماعية تخدم بلاده وترفع من بلاده يكون في الفلاحة يكون في التعمير يكون في الثقافة. عنا مقترح متاع مدينة ثقافية في جهة قريبة للمطار مثلا نفيذة وتكون في الاستثمار متاع السينما العالمية. فما كثير من الأفكار وفي الفلاحة وغيرها. يقول قائل أي ومن بعد ومن بعد فما مقابل آخر هو أنه الشاب يخو سندات يتملك بها عقارات عقارات لكن على قد ما يخدم على قد ما يخدم على قد ما يبني دار معناها على قد ما يخدم وتوانسة يحبوا يبني الديار معناها الفكرة هو أنه خلي نلخص وصحح لي أنه يخدم في هذا الفيلق أنه يكون عنده الامتيازات العسكرية لكن زاد الانضباط العسكري بما أنه تحت قبة وزارة الدفاع أن يشارك في هذا المجهود الوطني لرجوع البلاد إلى تعافيها تماما وفي نفس الوقت ينجم يتمكن أن يكون عنده دار. كيفاش؟ كل عام عنده سندات عقارية على كل مش كل عام على كل عام يخدموا على خاطر على كل عام يخدموا سندات هذية وهذية أهمية الواحد ما تولي فعلا عقاريا إلا بعد 5 سنوات دونك هذية باش تخلي المشروع يتطور وكل لأنه طوى ما عندناش إمكانيات ولكن أيضا باش نبين له اللي فما التزام لأنه لو كان يخدم عام إلا شهر على غالب عليه وعليه هذا باش نطوروا زاد مفهوم الالتزام. سندات تمكنوا من 5 إلى 7 متر مربع مبني طبعا من صنف الاقتصادي. السندات هذه يلزمها تولي مش يلزمها قابله للتداول والمبادله دونك يلزم تشريعات جديده. المساله هو مشروع متكامل على قانون كامل. اذا انتم هذه مبادره بربي برك بعد 5 سنوات ينجم يمسكها ولكن ينجم يستعملها كاكسيون في مشروع في شركة. احنا نعمل الفكرة, الفكرة العامة هو أنه قاعد يكون ماهوش يخسر في الوقت قاعد يكون يكون في بلاده ويكون في روحه يكون في بلاده ويكون في روحه هذه الفكرة العامة. وبالتالي ينجم من بعد يمشي في القطاع الخاص ينجم يخدم في بقعة أخرى وينجم ينتدب من طرف وزارة الدفاع. أهمية المشروع هذايا أنه تحت راية وزارة الدفاع ولكن بالتعاون مع مختلف الوزارات كي نخدموا في الفلاحة بالتعاون مع وزارة الفلاحة مع وزارة الثقافة إلى غير ذلك ويمكن أن يكون في إطار الشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي هو عمل مدني 100% ولكن تحت إشراف وزارة الدفاع. هذا مقترح الحزب الجمهوري الآن مش هذا برك فما تقدمنا بمشروع الاقتصاد التضامني اللي هو مبني على التعاونيات ومبني بدون إطالة ومبني على تجميع الحرفيين والمنتجين اللي وحده ما ينجمش يعمل لكن اللي مع بعضهم ينجموا ياخذوا قرض ينجموا يسوقوا المنتوج ينجموا يطوروا يولي عمل عصري إلى غير ذلك. نعرفوا فما برشا حرفيين وحرفيات خاصة النساء في الريف وغيرها كي يتلموا ويأخذوا قرض وكل نجموا يوليوا عندهم أفاق سوق للحرفيين انتم تقولوا سوق للحرفيين تشرف عليها البلديات التي تتعاقد مع قرابة 5000 حرفي كل سنة لإقامة مشاريع صغرى ولذا اقتصاد تضامني بيناتهم وفي نفس الوقت أسواق حرفية بالضبط. أسواق هذه راهي مربوطة برشا بالديمقراطية المحلية وحتى راهي فما في بلدان كما فنلندا والسويد وانا تبعت برشا التجربة البلجيكية اللي فيها تطور كبير للتعاونيات والاقتصاد التضامني أكثر من التعاونيات بين قوسين اللي يمثل إنويين تاع 10% من القوة النشيطة معناه إذا كان نستثمروا فيه في تونس راه ينجم يمتص كثير من البطالة. فما هالقرى الحرفية اللي هي تستجلب الحرفيين وتكنيسيان والكل في بداية حياتهم البلدية تمكنهم باش يتعرفوا عليهم مواطنين وغير ذلك باش ينجم ينطلق. لكن ما زلنا بعاد وهذا يهز زاد خياراتكم السياسية ما يجري بيه ما زلنا بعاد مثلا على الباب السابع للدستور ما زلنا بعاد على الانتخابات البلدية ما زلنا ما نعرفوا حتى شيء لفما يبدو أن هناك مشاريع للقوانين. أنتم شنو خياراتكم للانتخابات البلدية؟ تقولوا أنتم الانتخابات البلدية القادمة ما يجري بما أنه نحكيه على مقترحاتكم لكن بطبيعة الحال تطلعوا إلى أنه مقترحاتكم تنجزوه طبعا تنجزوه كلا تكونوا موجودين في مجالس بلدية ولا في مناصب أولى للدولة وتنحكيه عليها المناصب الأولى شوية آخر. انتخابات البلدية القادمة ما يجري تدعو إلى قائمة موحدة في المحليات التي تعيش مشاكل تجميع كل الطاقات الحزبية والمدنية والاجتماعية والمنظماتية في قائمة مواطنية موحدة في الانتخابات البلدية القادمة وذلك من أجل خدمة المحليات. لكن في نفس الوقت أنتم تتكلموا زي كذلك على جبهة سياسية قد يكون فيها تقرب من ما بين تكتل الجمهوري وحزب العمل الديمقراطي وتيار الديمقراطي وتحالف الديمقراطي وحركة الشعب. ما هو واقع حاجات ما هو واقع حزبكم اليوم السياسي وما هي خياراته
في الانتخابات البلدية القادمة. كان تسمح لي في 30 ثانية نرجع مدام من الوقت دهمنا للمشاريع اللي طرحتها، وحبيت نقول أنها راهو حصيلة عمل لأشهر عديدة، وعملنا دراسة جدوى وفريق. حبيت نحييه فرحات حمودي رياض المرابط، سامي حاج صالح ومحمد صالح العياري في الجباية، فريق متكامل اللي قدم مشروع مدام يدور ميلا والكوادر والخبرات وكلهم قيادات في الحزب الجمهوري، ونحيي فريمون الخدمة نتاعهم. في كلمة الانتخابات البلدية كما قلت نحب نكون في موقع القرار حتى أنفذ هذه السياسات معقول. وتكون هي سياسات الناس الكل طبعا. مازالوا 6 دقائق مدام تفضل. لا لا ما يكفيش، ما تكفي 6 دقائق باش نقول أنه التحدي اليوم في تونس هو إعادة الاعتبار للشأن العمومي والشأن السياسي. مع الأسف الشديد السياسيين ولات عندهم صورة سلبية بسبب السياسيين، راهو بسبب الأحزاب الحاكمة، بسبب الوعود المزيفة والزائفة، مش مزيفة الزائفة. ودونك إعادة الاعتبار للشأن السياسي والشأن العمومي الذي هو بالأساس خدمة الصالح العام والتنافس من أجل الصالح العام، وأيضا رفع التحديات في علاقة بالعمل المحلي. هي ما نعرفش منين خذيت التصريح متاع في المحليات التي لها مشاكل، هي المحليات كلها عندها مشاكل. والبند السابع من الدستور يطرح علينا الديمقراطية المحلية باش أخيرا بعد ثورة اللي نحب نرجع بها الكرامة، أكا الثورة هذيك تعطي للمواطنين الأخذ بزمام أمورهم وين؟ في المحليات فعلا. دونك أنا الحزب الجمهوري طارح أعتقد طرح متوجه للمستقبل ولتونس ولإنجاز فعلي للمكاسب للتوانسة، اللي هو قائمات مواطنية نسميوها سيتويان، تجمع الأحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات المستقلة في كل جهة، نتفاهموا أنا هي الشخصية الأجدر إن كانت حزبية أو جمعيتية ما يهمش، المفيد أنها تكون الأجدر والناس الكل ملتفة حولها، طبعا على أساس ميثاق وطني في 7-8-10 نقاط يتفق حولها الجميع، حول رؤية تونس المستقبل، حول المحليات، حول العمل المحليات مطالبين يمكن ب6000 يكونوا موجودين طبعا على القائمات. الجمهوري عنده 6000 مدام، لا أنا عاد نحكي لك قائمات مواطنية الجمهوري والأحزاب الديمقراطية. شكون الأحزاب مدام؟ الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي تقبل بالعمل في هذا الإطار التأليفي. بدأت المشاورات في بداية المشاورات معشكو. وفما عدد من الأحزاب مش لازم عاد مازلنا في البداية، وأنا خضت نقاشات مع ائتلاف جمعياتي في صفاقس نحب نحييه برشا لأنه قاعد يقوم بعمل مواطني كبير. والفكرة هما بيدهم عندهم مش تبين لك اللي هو الواقع يطلبها الفكرة هذه، أنه إذن الجمهوري سيكون موجود هذه الفكرة السياسية الآن في الانتخابات البلدية القادمة طبعاً. بقوائم قائمات مشتركة مع من يشبهه من العائلة الديمقراطية من الاجتماعية ومن يتفق على ميثاق حول العمل البلدي وحول تصور تونس، مش فقط من الأحزاب من يشبهه من الأحزاب، حتى الشخصيات، حتى الجمعيات والمنظمات، لأن العمل البلدي عنده خصوصيته يهم الناس الكل، هو السياسة كلها يهم الناس كلها. العمل البلدي يسائلنا في الأمور الملموسة، وبالتالي أنا أعتقد هذه فرصة لتونس باش تنطلق مع العمل السياسي والعمل العمومي بطريقة مغايرة تعيد الاعتبار للشأن العمومي وتحقق معناها إنجازات ملموسة وتعيد الأمل في تونس. على ذكر الأمل، وقت يجي نوع من المحطات التي قد تحبط الأمل مثلا حكاية الحاوية البلجيكية، هذه الحاوية البلجيكي ما بين رادس ونابل، أنتم طلبتوا بلجنة تحقيق، رجعنا الآن تقريبا إلى مواقفكم السياسية زي كذلك، شنو كانت قراءتكم للوضعية هذه، وضعية الحاوية هذه اللي إلى حد الآن يعتبر البعض اللي كل الحقائق غير مكشوفة في علاقة بالحاوية هذه؟ لا فقط غير مكشوفة، وإنما المسؤولين عندهم تصريحات متناقضة، حقيقة متناقضة. سيد وزير المالية أخيرا قال لنا كيف نقول سلاح راهو سلاح، الأوركو قانون لا راهو ماهوش سلاح، وبعد أطلق سراح السيد، وكانت من منظور القضايا الإرهاب ثم أصبحت مش من منظور قضايا الإرهاب، كلها مسائل تبعث على كثير من الانشغال، لأنه مش أنا مشكلة ثقة زادة مدام، بما أنه هي الصبغة الإرهابية تم حذفها من المتابعة القضائية للسيد بسرعة كبيرة، لكن بسرعة كبيرة، ولكن أيضا مش فقط الصبغة الإرهابية، من الأول كان سلاح ومن بعد ولا ما عادش سلاح.
ليه هذه ما فقط مش في المعطيات ايضا. وبالتالي احنا طلبنا بلجنة التحقيق لان هل تكون عندها علاقه بالوضع الليبي، هل تكون عندها علاقه بوضع داخلي، هل هناك ضغوطات، كلها تساؤلات لا نجيب عنها ولسنا في موقع الاجابه عنها. ولذا باش طالبوا بلجنة التحقيق برلمانيه. لجنه التحقيق يمكن ان تكون برلمانيه، يمكن ان تكون مستقله، يمكن ان تكون الافيد ان تكون برلمانيه، ولكن ولكن هذه حاجه مهمه جدا ان لا تعرف مصير لجنه 9 افريل ولجان اخرى اللي نعرفوها اللجان في تونس. هذا مشكله اللجان. سؤال اخير والاجابه تقريبا في 30 ثانيه ما يجري بموعد الاخبار. الصوره هذه اشوفها معايا، 6 من وزراء الحكومه الحاليه كانوا من القياديين تقريبا في الحزب الجمهوري. ماذا حدث لهذا الحزب كي يطبخ لغيره؟ اليوم هذم ناس موجودين في مواقع القرار، سعيد العايدي، مدام مرعي في وزارة المرأة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. شو رأيك؟ رأيي أنه هذا أمر فعلا ماهوش إيجابي بالنسبة للجمهوري، ولكن أيضا الحمد لله يا ربي هذه مدرسة اللي الناس تتخرج منها وإن شاء الله في المستقبل يتخرجوا منها لكن الجمهوريين. لكن عملتوا النقد الذاتي نتاعكم ولا لا؟ طبعا لا فايدك ورانا بيان سور ورانا عنده برشا من اللي ورانا قد عملنا النقد الذاتي. ما تحسنش أنت الجمهوري توا قاعد يستقبل في ما دام ما نخدمش في الإحساس ما نخدمش في الإحساس تخدم تصريحاتك أنت ما تشوفش باهي ما تشوفش يستقطب في معناها طاقات جديدة وعنده مقترحات عملية والخيبة الانتخابية وراء الكل حال. أنا نحب نذكر أنه برشا خرجوا من الجمهورية سواء لغياب الديمقراطية أو لعلاقة بالنهضة، يا أخي تحالفوا مع النهضة ومشاو الحزب تنتفي فيه الديمقراطية. حب نقولها كمام للتاريخ هذية. شكرا لك ماجريبي بارك الله فيك. من العامة الحزب الجمهوري موعد مع الأخبار الرئيسية ما هو إلى لقاء أول لازم نتقابلوا أكثر بأنه لازمنا نحكيوا أكثر زيادة كذلك مع المعارضة باش كل الأفكار تكون موجودة وكنا نحكيوا على الفكر النقدي. في الأمان نتقابلوا غدوة إن شاء الله. السلام.